بالعمل إدارة السجون وعيادة الإدماج تنظم اليوم حدثا رياضيا عبارة على مقابلة في كرة القدم ودية تجمع ما بين قدماء المنتخب المغربي وفنانين مغاربة مع منتخب نزلاء المؤسسات السجنية. يأتي تنظيم هذا النشاط في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للنزل، وهي مناسبة تعبر المندوبية العامة من خلالها على انفتاحها على محيطها الخارجي وعلى إشراك فعالية المجتمع المدني والمؤثرين ورياضيين وغيرهم من أجل المساهمة في تأهيل السجناء لإعادة الإدماج. وجب الإشارة أيضا على أن يوم الخميس المقبل 14 دجنبر سيعرف المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط تنظيم حفلا ثقافيا فنيا بمناسبة اليوم الوطني النازل تحت شعار زلزال الحوز بأعين سجناء تضامن وإدماج. أنا فرحان كنت واجد في هذه المؤسسة السجنية ومع النزلاء ونشارك معهم الفرحة ديال هذا اليوم، اليوم الوطني للسجين، والحمد لله الأجواء دايزة في أحسن الظروف مع الأصدقاء الفنانة والأصدقاء الرياضيين ولا مع النزلاء، ومشكورين الناس اللي ساهرين على هذا على هذا على هذا الحدث، وإن شاء الله هذا الشيء يبقى ديما إن شاء الله. والحمد لله بحق على المؤسسات السجنية مشكورين الناس والمسؤولين عليهم، وتحية لكاع اللي كيشاهدونا في هذا الفيديو إن شاء الله، وفرصة أخرى إن شاء الله. صراحة هذه مبادرة جيدة اللي قامت بها المندوبية ولتحفيز السجناء والنزلاء، بالنسبة لي بادرة صحية للجميع لا الإدارة وأيضا النزلاء. نتمنى من الله على أن ما تكونش هذه هي النهاية، يكتفوا من المجهودات ديالهم على أنهم يديروا بحال التظاهرات باش يعطوا دعم نفسي وقوة نفسية للسجناء باش إن شاء الله يندمجوا في المجتمع إن شاء الله. احنا جيت سعداء بهذا النهار هذا لأنه كيمثل لنا شي حاجة كبيرة داخل الأسوار ديال السجن، وحنا فرحانين بهذا الالتفاتة الإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفكروا فينا، وهذا اليوم الوطني النازل هو دخل عندنا واحد الفرحة كبيرة داخل أسوار السجن، وحنا الكرة القدم هي المتنفس الوحيد عندنا داخل أسوار ديال السجن، وحنا الحمد لله فرحانين بهذا النهار، وكنشكروا الإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لأنها كتفكر فينا وديما كتجيب لنا شي حاجة زوينة اللي كتفرحنا، وشكرا. بمناسبة الوطني العيد الوطني للنزلاء السجن المحلي شمسنا، تيقدموا لنا واحد المباراه اليوم امام المنتخب القدماء، هاد الشيء هذا تينقص عنا وتيخفف عنا، وتنحسوا بلي راه مندمجين مع الناس اللي على برا، وهاد الشيء هذا تنشكروا بزاف المؤسسه السجنيه. حنا فرحانين بهذا اليوم الوطني النازل اللي انضمتوا المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج، وكره القدم بالنسبه لنا هي المتنفس الواحد تقريبا داخل المؤسسه السجنيه، وحنا فرحانين بهذا اليوم الوطني، هو بالنسبه لنا يوم عالمي ماشي غير وطني نازل، وكنشكروا المندوبيه العامه على هذا المجهود والتنظيم.